السلام عليكم احباباتي ومرحبا بكم في غسالة ليلي. اليوم ان شاء الله الوصفه تاع اليوم راح تكون المحمر تاع الغرب الجزائري. نعرفوا باللي كاين شحال محمر، اليوم جبت لكم المحمر تاع وهران على طريقه الاعراس. نتمنى انه هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله. قبل ما نبدو الوصفه تاعنا هذا الفيديو بالاشتراك مع حبيبتي وصديقتي الاخت صاحبه القناه ام منير كيتشن. اليوم راهي دايره غراتان تاع الكرنب بيشاميل في الفرن، غراتان رائع ووصفاتها رائعه، نتمنى انها تعجبكم. فيها كل انواع الطبخ الاقتصادي والعصري والتقليدي. من بعد نتمنى من بعد ما تشوفوا الفيديو تاعي تروحوا تزوروا قناتها وتدعموها، والا عجبتكم تشتركوا معها، وما تنسوش تخلوا لها تعليق باللي راكم جايين من طرف غسلة ليلي. ودروا غادي نخليكم معاها ومن بعد نكملوا الوصفه تاع المحمر، وفرجه ممتعه. السلام عليكم اخواتي المشاهدات، انا السيده ام منير صاحبه قناه ام منير كيتشن. نحط في قناتي وصفات متنوعه من اطباق تقليديه وعصريه، حلويات، مقبلات، مملحات الى غير ذلك، وكلها وصفات مجربه وناجحه 100% باذن الله واقتصاديه. هذه البعض من اعمالي، ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو نتاع اختي غسلة ليلي تتفضلوا تشرفوني بزياره قناتي. واذا عجبكم لي فيديو وعجبتكم الوصفات نتمنى تشتركوا في القناه وتدعموني، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه الظل عليكم ونكون عند حسن ظن الجميع. ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله. الوغ نقولوا المحمر تاعنا شي اللي قلنا كما راكم تشاهدوا، انا ندير اللحم هنايا، انا هنا ديت كاغي تاع الخروف، الضلوعه تاع الخروف ديت زوج هم هنايا، وزوج طرفه تاع الجيكو تاع الفخذ تاع الخروف. واللحم يبقى على حساب الافراد العائله. شعدنا عندنا القرفه تاع العود من الاحسن، وحبه بصل صغيره ما تكثرش فيه البصل. خصنا فيه الفلفل الاسود، الزبده، والزعفران، والملح بيان سيغ. دوك انا غادي ندير الزبده تاعي مع الزعفران، غادي نطليه بالزبده والزعفران والملح بيان سيغ. نبدو بسم الله. الوغ غادي ندير الزبده تاعي فوق اللحم مع الزعفران، بشويه زعفران، نطلع الزبده مع الزعفران فوق اللحم. يعني هذا المحمر ما فيهش بزاف لي زيبيس اللي غيكون فيه البنه تاع اللحم، ما نكثروش فيه لي زيبيس عفوا، باش نقلعوا فيها التوابل، باش نقلعوا ما نقلعوش البنه هذه تاع اللحم تاعنا. انا غادي ندير بالمغرف، باسكو مش ندير بيديا، زعفرانكم عارفين بلي يقعد في اليد. الو غادي ندير كيما هكا، نطليه كاع كيما راكم تشوفوا فيا مع الملح، ندير الملح ملح شويه ماشي بزاف، باسكو غادي يطفي نتي صوص باش ما يجيناش مالح. الا كان خاص من بعد نزيدو، ما تكثروش الملح، باسكو غنديروا غير شويه تاع الماء. غادي نطليه كاع بالزبده كيما راكم تشوفوا، ورا غادي نطلي الزبده كاع مع الزعفران شويه ملح. ودروك غادي نديرو نقلو اللحم تاعنا غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد نمرقو. وقبل ما ننسى راني ديت لكم الرابط الاسفل تاع القناه ام منيره في صندوق الوصف. فوالا نبدا دوك نديرو المحمر تاعنا. فوالا راني ديت الميطه تاعي بدات تحمى، وهذا المحمر هذا غادي نطيبه في المرميطه، كي يطيب مليح شويه غادي نعاود ندخله في الفرن باش يتجمر لنا. فوالا نبدا بسم الله. كما كنت بديت الزبده ما تدوش بزاف، غير زوج مغارف ولا وطلوها كاع في اللحم كيما هكا. وغادي ندير على الجهه هذه اللي فيها الشحم باش تقلى غارف، هذاك الشحم هو اللي غيطلق البنه، وما نديرش الزيت، هذا الشحم هو اللي غيطلق لنا. فوالا كيما هكا نديرو كما كنت تشوفوا ماشي طريه بزاف، غير شويه ما يجيناش مزيت. فوالا غادي نخلي اللحم تاعي يتقلى شويه ماشي بزاف. غادي ندير البصل تاعي، ندير هاد الزبده اللي بقات لي في الاخر، غادي ندير البصل تاعي نديرها كيما هكا ما نقطعش، باش من بعد نقلع على حبات تاع البصل تاعي. ندير قرفه، ندير زوج عيدان تاع قرفه، غندير شويه فلفل اسود ماشي بزاف، ما تكثروش كما قلت لكم لي زيبيس، هذا محمر غير هكا بزاف مع القرفه هذا مكه.
والزعفران هذا ما يجي فيه محمر، غادي نخليه يتقلى غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد نمرق. فوالا بغيت غادي ندير الماء كما قلت لكم ما يتقلاش بزاف. يلا نزيد شويه من هذا مكان، هو حتى في امتي الصوصه ما يمرقهاش مرقه بزاف. وهاد المحمر انايا غادي نرافقه مع البرقوق ولا المشمش، تنجمو كل واحد كيفاش يرافقه. تنجمو ثاني ترافقو مع البطاطا، تقلو بطاطا ولا فطائر شامبينيون ولا الفطر، فطائر فطر ولا بطاطا ولا الفطر ولا البرقوق. انا تاع العراس ديرو به البرقوق والمشمش. فوالا غندير هاد الطريقه، هذا نتمنى انه يعجبكم. دوك انا غادي نبلع الماميطه تاعي، وغادي نقص الفرنو تاعي من نار متوسطه ونخليه يطيب باش ما ينشفليش من الماء. ودوك نفوتو نديرو البرقوق نتاعنا ان شاء الله. فوالا حبيباتي عاد رجعت لكم بعد ما درت المحمر تاعي، اللحم تاعي يطيب، راني نقصت له نقصو له ناكد عليها هذه. الوغ هنايا عندي البرقوق كما راكم تشوفوا مع المشمش. المشمش اختياري، تنجمو ما ديروش، تنجمو ديرو غير البرقوق هذا مكان. الوغ انا درتها في المحامي كما نديرو اي برقوق تاع الطاجين ولا. دوك صايي كما راكم تشوفوا راه طرا شويه، غادي نصفيه. وهاد البرقوق مع المشمش غادي نفورهم، ما غاديش نطيبهم مع المحمر، راه يفورو كما فورو الطعام. دوك انا غادي نصفيهم ان شاء الله نعاود نرجع لكم. وراه كما راكم تشوفوا راني صفيتها درتها في الكسكاس وانا غادي يفور. غادي ندير لها غير شويه ملح، فريمون غير قزه ملح. فوالا كيما هكا اون بانسي تاع بصح تاع الملح ماشي بزاف. فوالا ندير غير شويه تاع ملح. فوالا كيما هكا هذا مكان، باسكو هذا غادي كيما حنايا درنا الطاجين سكري صالي مالح حلو غير باش ما يطيبلناش صامط. هذا مكان غادي ندير عليه معاه قرفه هنا، نحطها هنايا طلق البنه تاعها يفور معاه، سقمه مليح. وغادي ندير معاه، ما عنديش معاه السكر لا ما زهر لا والو، كما قلت لكم هذا راه محمر. غادي ندير معاه غير وحده تاع سكر فانيي باش يجي معطر. هذا مكان فوالا، هذا بزاف عليه ما عنديش السكر، هذا راه سكر صاي. دوك انا غادي نديره يفور، وكتعرفوا بقى كيف يفور ينتفخ ولي طريد. دوك نشوفوا كي يطيب لنا ان شاء الله نوريه لكم. انا غادي نديره يفور ان شاء الله ونعاود نرجع لكم كل ما الماكله تاعنا تقرب توجد. تي ها هو البرقوق تاعنا صاي، راه طابلي كما راكم تشوفوا، راه نتفخ لي وراه طري. واللحم تاعي ها وينا كما راكم تشوفوا، انا غادي ندخله في الفرن نخليه واحد يتحمر لنا شويه، واحد 20 دقيقه ولا على درجه الحراره 180 يتحمر لنا غير شويه، ومن بعد نخرجه. صاي راه طايب كما راكم تشوفوا، راه طابلي كاع، انا قاعد لي ساعه. دوك غادي نديرهم نديرها في الفرن هذا ومن بعد نتلاقوا ان شاء الله. فوالا حبيباتي دوك اللحم تاعي انا صاي راه طاب، درته في الفرن صاي خرجته نوريه لكم. ها وينا كما راكم تشوفوا، ولا البرقوق صاي وكما راكم تشوفوا هنايا راني دايره المقله، دايره فيها شويه زبده وشويه زيت، غادي نقلي فيها اللوز نتاعي. دوك هذا المحمر نديروه باللوزه، اللوز كميه قليله شويه يعني غير للزواق كما نقولوا باش نزوقوا به تاعنا. دوك غادي نقلي، غادي نحمره هنايا شويه اللوز تاعي في الزبده والزيت، نحمره غير شويه نعطوه اون كولور دوري لون ذهبي. ولا انا غادي نحمره ان شاء الله ومن بعد نعاود نرجع لكم. كما راكم تشاهدوا صايي انا بديت نحمر فيه، بدا يحمر لي كما هكا، فوالا تاها كولور ذهبي كما قلت لكم. دوك انا صايي الطبق تاعي راه واجد كما شفتوا معايا. دوك ان شاء الله غادي نكمل التحمر تاع اللوز تاعي ونشوفوا الوصفه تاعنا ان شاء الله في صحن التقديم. ها هو حبيباتي المحمر تاعنا كما راكم تشوفوا، راني درته في الطبسي تاعي. ها هو اللحم خليته احمر شويه من الفوق، الاخر راني درته من التحت نوري لكم. فوالا راه من تحت هذاك الجيكو، هاي لاصوص اللوز، البرقوق، البرقوق حكمت الحبه تاع برقوق درتها في شويه لاصوص كيما هكا، ومن بعد درتها في الججلان وانا حطيتها كيما هكا. نوريكم كي درت لها باش تكونوا باش يكون على بالكم. فوالا راني حكمت حبه تاع البرقوق درتها شويه في المرقه هنايا، وعاود درتها كيما هكا، درتها هنايا في الججلان. فوالا نحطها هنايا في الطبسي تاعي كيما هكا، فوالا كيما هكا. يعني هذه اختياريه غير باش
اما نديكورو الطبسي تاعنا تنجمو ما ديروش الججلان، تنجمو ما ديروش اللوز. يعني انا حطيتها لكم كما يحطوه في العراس في وهران، يحطوه كيما هكا باش تكون على بالكم وتكون عندكم فكره الناس اللي ما يعرفوش وهران. فوالا بون، نتمنى هذه الوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم، وبقالي نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقوا في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.